السلام عليكم، أتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. نرحب بجميع المشتركين في كيفية اليوم اللي راح تكون وصفة من وصفات الجدات، كيفاش نستغلوا الشحم تاع الخروف وما نرموش، نديروا به العولة تاع فصل الشتاء إذا كنا من الأحياء. هذا الشحم نحضروا به جميع الأطباق الشتوية كما اللوبيا، العدس، الحريرة إلى غير ذلك. إذا تبعوا معايا البنات هذه التدبيرة، إن شاء الله تعجبكم، نقولكم فرجة ممتعة. اذا نختاروا هذا الشحم اللي يكون بين الكيلة، ولا الشحم اللي يكون تاع الملفوف يكون شويه خشين. نخلوه هكذا يبس ومن بعد نقطعوه هكذا بالموس كما راكم تشوفوا. بكري ما كانوش يديروا بالغوبو، كانوا يعجنوه كما راه هكذا، يبداو يعجنوا فيه ومن بعد يشكلوا كرات. انا هنا فضلت نديرو في الغوبو، نرحيه باش تجيني ساهله العمليه، وتاني كي نرميه في القدر تاع الحريره ولا لوبيا ولا اي طبق ما راحش يفتح لي ويدير لي هذاك الشكل تاع الشحم، راح يعني يدوب لي تمتم. اذا حطيت هذه الكميه تاع الشحم هنا في الغوبو، ندير معاها كميه قليله تاع الفلفل العكري او الفلفل الاحمر. تحبوا الفلفل الاحمر يكون حار ديروا حار، تحبوه حلو ديروا حلو. انا هنا درت في هذا الشحم درت الفلفل العكري حلو. نرحيهم كما راكم تشوفوا تماما كما نرحوا لا فيونداشي ولا اي نوعيه من اللحوم. من بعد نفرغوه في جفنه كما هذه كما راكم تشوفوا، ولا اناء ان ريسيبيون، ومن بعد نبداو نشكلو في كرات. هنا يا اما الكرات هذه ديروها في اون بواط هكذا، اون بواط تكون كبيره ولا صغيره ديروها، ولا ديرو تاني في دي ساك دو كونجيلاسيون وتخبوهم لزمان الشتاء كيما قلت لكم. تحضروا جميع الاطباق الشتويه بها، رانا نديرو في فصل الشتاء دي سوب، نديرو كيما الحريره نديروها بدون لحوم كيما اللوبيا كيما العدس. كي ديروا كره من هاد الكرات راح يجيكم الطبق تاعكم وكانكم طيبتوه باللحم. المهم تخبوا هذا الشحم في المجمد طبعا بلا ما ننسى نقول لكم. وهذه هي التدبيره تاع اليوم، صدقوني راهي تدبيره روعه، وصفه من وصفات الجدات اللي كانوا يديروهم منذ زمن. ان شاء الله ما نبقاو نحيو هذه الوصفات القديمه وما تروحش وما تموتش مع الزمن. نقولكم شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء في كيفيه اخرى باذن الله.